وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية. مساء الخير سعادة العميد، رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم لحفل التخريج للدفعة 12 من التلاميذ العسكريين بالأكاديمية الملكية للشرطة يؤكد الحرص على إعداد رجال الشرطة وفق مناهج عصرية تراعي المتغيرات الأمنية المتسارعة. كيف جسد إعداد هذه الدفعة هذا التوجه الرفيع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تم بحمد الله وتوفيقه صباح اليوم في ميدان الكلية الملكية بالأكاديمية الملكية للشرطة تخريج الدفعة 12 من الضباط من نظام البكالوريوس تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وبحضور سيدي معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الذي أناب سموه في التخريج. ويأتي هذا الاحتفال في ظل إجراءات احترازية مشددة، علما أن الخريجين قد جرى تطعيمهم مؤخرا ولله الحمد، كما أجريت الفحوصات اللازمة للحضور وأخضع الجميع للتدقيق وفق الإرشادات المتبعة بهذا الخصوص. كما أود أن أنوه بأن الأكاديمية الملكية للشرطة كانت ومنذ البداية قد عزمت وبحول من الله وعونه على أن تنتصر، فاستنادا لتوجيهات سيدي صاحب المعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة فقد أعدت إجراءاتها وتدابيرها الاحترازية بما يتوافق وتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفريق الطبي المنبثق عن اللجنة، حيث استندت تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية على أساسين رئيسيين هما تقليل فرص نقل العدوى وتحجيم نطاق المخالطة، حيث تمثل ذلك في اعتماد نظام الخلايا في كافة كيانات الأكاديمية بحيث يحدد من خلاله الاتصال الأفقي والعمودي، كما تم اعتماد مبدأ التباعد الجسدي والذي تمثل في أثناء التدريب. مثلا كنا في تشكيل الفصائل كنا نشكلهم وفق فتح الصفوف، وهو مصطلح في التدريب العسكري يؤمن التباعد بين عناصر الفصيل بما يكفي لتقليل فرص نقل العدوى. وتم تشكيل الفصائل بحيث أن كل مجموعة متجاورة أو متقاربة أثناء الميدان أثناء التدريب هي نفسها تكون متقاربة أثناء تناول الوجبات مثلا أو أثناء تلقي التعليم أو أثناء الانتقال أو النقل أو الانتقال من مكان لآخر. كمان الأكاديمية يعني أخضعت كافة خدماتها للتقييم الدوري وإجراء المسح لرصد أي ثغرات احتمال نقل العدوى ومعالجتها بما يحقق تأمينها، علما أن الأكاديمية وبحمد الله استمرت في أداء رسالتها دون توقف أو انقطاع منذ بداية الجائحة، وكانت الوحيدة بين نظرائها في المنطقة التي استمرت خدماتها دون انقطاع. إنها لحظات نحتفي فيها بتخريج نخبة تجيش في صدورهم مشاعر وطنية ونبضات قوية مخلصة فداء للوطن وأمنه واستقراره، يعلنون الولاء لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى، رمز الوطن وزعيمه وقائد نهضته وتقدمه الذي صاغ للمملكة بأسرها واقعا وحلما قويا ليصل الحاضر بالمستقبل ويرعى الأصالة والمعاصرة ويجسد طريقا للتقدم والبناء والازدهار إذانا بمرحلة جديدة من مراحل التأريخ البحريني المعاصر الذي جعل من البحرين نموذجا فريدا من النمو والتطور على مختلف دوائر والأصعدة الإقليمية والدولية، انطلاقا من أن المفهوم الشامل للأمن القومي قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار في إطار السياسة العامة للحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، وسعيا نحو تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والمؤسسة الأمنية
قامت الأكاديمية بتعميق مدارك الدارسين والمتدربين بها في مجالات التعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة وسبل تحقيق الأمن الذاتي الإلكتروني وتقويض آليات حروب الجيل الرابع التي تعتمد على استغلال شبكة المعلومات الدولية وبعض وسائل الإعلام في بث الشائعات والخروج على القانون بما يهدد الأمن القومي. كما قامت الأكاديمية في إطار خطتها التطويرية بتحديث كافة المقررات والمناهج الدراسية للدارسين ببرنامج الماجستير والدراسات الجامعية على نحو يضمن خلق كفاءات بشرية وطنية قادرة على وضع سياسات واستراتيجيات قومية تركز على رؤى مستقبلية قابلة للتنفيذ في جميع المؤسسات الحكومية وفقا لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى العام 2030. وهذه هي سياستنا وخطواتنا نؤكد من خلالها إننا ننجز عملا واعيا لأهدافه من أجل إعداد رجل أمن قادر على الدفاع عن أمن الوطن وحماية مسيرة التنمية، متيقنون أن الشهادة الحقيقية سوف يمنحها لهم المجتمع بعدالتهم وتميزهم وعطائهم وإنجازهم لرفعة الوطن وعلو شأنه وحماية حقوق شعبه. وختاما أرفع لمقام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالغ آيات الشكر والتقدير لتشريف سموه برعايته الكريمة لحفل التخريج. كما أشكر سيدي صاحب المعالي الفريق أول الركن وزير الداخلية لدعم معاليه المتواصل والفعال واللامحدود للأكاديمية الملكية للشرطة. نعم، العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. تعد الأكاديمية الملكية للشرطة صرحا تعليميا وتدريبيا شامخا في مجال إعداد وتأهيل رجل الأمن ومن أجل تحقيق الفاعلية والاحترافية في الأداء لحفظ الأمن والنظام العام وتحقيق السلامة العامة، فإنه يتم تقديم أفضل البرامج العلمية التي تسهم في تطوير الأداء الشرطي في كافة المجالات. كما تولي الأكاديمية الملكية للشرطة الاهتمام البالغ للارتقاء بالمستويات العلمية والتدريبية للمرشحين الضباط، وذلك بتزويدهم بالمعارف والعلوم الشرطية بهدف إعداد ضباط قادرين على مواكبة أساليب البحث العلمي وفق أحدث الوسائل والأجهزة التعليمية. خلال 4 سنوات تم أخذ مواد قانونية وشرطية وكذلك مواد معاملة، بالإضافة إلى زيارات ومؤتمرات خارجية تتعلق بالعمل الأمني والشرطي والتطورات التي صارت في العمل الشرطي والأمني خلال السنوات الماضية. كان هناك تحدي جديد لنا وهو فيروس كورونا، تم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية من قبل الأكاديمية الملكية للشرطة، وكانت هناك تطورات جديدة وهو التعليم عن بعد، وكان هاي اكتساب خبرة ومهارات جديدة لنا. بالنسبة لبرنامج تدريب في الأكاديمية الملكية للشرطة، فالأكاديمية وضعت لنا برنامج مقسم نوع على مدى 4 سنوات يشمل على التدريب على اللياقة البدنية والتدريب الميداني العسكري وتنمية مهارات القيادة. وفي ظل الظروف الاستثنائية اللي تمر فيها المملكة، حرصت الأكاديمية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية منها لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحمد لله قدرنا نتجاوز هذه الصعوبة. اليوم تخرجنا من الأكاديمية الملكية للشرطة، ما كان هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ودعم قيادتنا الرشيدة والجد والاجتهاد، حيث حصلت على جائزة جلالة الملك المفدى سيف الشرف بالتفوق الحصول على المركز الأول في المجموع العام مع مرتبة الشرف، وهذا داعم كبير لي لكمال مسيرة العطاء في هذا الوطن المعطاء، وأسأل الله التوفيق لي والزملاء الخريجين في الحياة العلمية والعملية. برنامج الأكاديمية الملكية للشرطة وازن بين التدريب والتعليم، وكذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية اتخذت الأكاديمية الملكية للشرطة إجراءات احترازية لمواجهة هذه الظروف. وإلى جانب برنامج تدريب داخل الأكاديمية الملكية للشرطة، تم تطبيق برامج تدريبية وزيارات خارجية إلى مختلف إدارات وزارة الداخلية لاكتساب الخبرة العملية والاطلاع على التطورات الأمنية. وهكذا فإن الأكاديمية الملكية للشرطة تضم كادرا أكاديميا متميزا لرفع الكفاءة والمهارات للارتقاء بمستوى المرشحين من خلال تقديم مختلف البرامج الأكاديمية لمواجهة التحديات الأمنية بما يتوافق مع العمل الشرطي، وهو ما يجعل مكانة الأكاديمية عاليا بين الأكاديميات والكليات والمعاهد الشرطية على المستويين الإقليمي والدولي.